المواكب. ومعانا تليفون عزيز جدا عليا وعليك وعلى كل المشاهدين، معانا الفنانه الكبيره ناديه لطفي. الله أكبر. اللي بنحبها كلنا. الله أكبر. اهلا بيكي. اهلا بيك مدام ناديه. اهلا بيكي حبيبه قلبي. يا رب. ازيك يا قمر؟ يا ست يا مهذبه، ربنا يخليك مدام ناديه. اهلا بيكي. استاذ محمود سعد معاك. انت وحشاني جدا. انت وحشني. ربنا يخليك يا رب. وانا انتقدت كده جمله انت بتقولها، فانت غير مسبوق، غير مسبوق في سلوكك وفي اللي نقدر نقول ايه، انت رجل دمس الخلق. ربنا يخليك يا رب. وبسيط، وفيك ميزه بقى انا بعتز بيها او بحبها في البشر، الحزم. الحزم. انت جميله. الحزم. الله. حلو. الحزم والعزم. الله. ربنا يخليك يا مدام ناديه، انا متشكر جدا على الكلام الحلو ده. لا مش بس انا بقول لك تحليلي لك. طب قولي كمان. اقول لك. اقول. لذيذه والله. والتباسط وانت قوي. الله. من تواضع لله رفعه الله. مش عارف اقول لها ايه الحقيقه. كلام جميل. لا ما يعني انا عشان كده معتزه وسعيده ان انا اكلمك في اي وقت. ربنا يخليك. يعبر عن رصدي لك وخطواتك المتزنه اللي دائما فيها يعني تالق، لكن مبني على علم وعلى ايمان وعلى حب دفاق الى الانسانيه والعطاء والسماح. الله. انا مش هروح على كلامك. ايه الحلاوه؟ مش هروح، انا هجي لك بقى بالليل. مش هروح. بس انا ساكنه جنبي على فكره. والله. طب هروح معاك. ربنا يخليك. ميرسي يا مدام ناديه. ربنا يخليك. انت من الناس فعلا غير مسبوق. وبعدين فيك حته ودي نادره، يعني عموما ان احنا كمجتمع بقالنا فتره كبيره غير قادرين على اتخاذ قرار شخصي من انفسنا. عشان انا اتقدم بان انا استقيل، ها، ولا اقال او استبعد، هي دي قوتك بقى في ايمانك بربك وبذاتك وبصدقك وعملك الحقيقي. اشكرك يا مدام ناديه، متشكر جدا. امدع ناديه لطفي. الله عليك. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. ارجو ان ما نختلفش. لا خالص. طب وفيك ايه اهم جمله لفتت نظر حضرتك غير الكلمه دي؟ لا هو يعني هو هي كمان في نقطه في الكاتب والقلم، الصياغه والسرد. فهو يجيد القطبين. الله. فهو يشوقك بالصياغه البسيطه. وهو بقى انا عارفه اخر البرنامج هيديكي ملخص كامل يعيد كل اللي قاله، لكن في جمله واحده يخليك تستمتعي ويبقى في نشوه في هذا اللقاء. الله. اشكرك يا مدام ناديه، متشكر جدا. انا اشكرك يا فندم. اشكرك يا فندم. قبل ما حضرتك تسيبينا عايزين نسمع سؤال موجه ليه زي ما بيسال كل الناس. عايزين سؤال بقى. وقوله. يا ريت. انا كده عندي تساؤل. هل يراودك أنك تكون نجم على الشاشة الكبيرة؟ نجم سينمائي بقى. أنا تردش. طيب مش هرد. لحد إيه لما أشوفك على الشاشة الكبيرة. طيب أوكي يا مدام ناديه. يقينا هشوفك سينمائيا. طيب إن شاء الله. ربنا يخليك. ميرسي يا مدام ناديه. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا. وبالأنم اللي أنت
تتحاور معاها. ربنا يخليك يا مدام ناديه، ميرسي. ربنا يخليك يا مدام ناديه وتسعدين. الرقيه الممتعه. ربنا يخليك وتثري دايما كل حلقاتنا بصوتك وفنك الرائع اللي على طول، ومساعدتك للاخرين اللي دايما كلنا عارفينها. لا والله، لا والله، صحيح حقيقي. صحيح. الله يخليك. في امان الله. هستعير برضو الكلمه واشرب يا حضرتك. هشرب العصير ونعمل فصل. ونعمل فصل. نشرب القهوه والعصير. نشرب القهوه برضو. القهوه. استاذ محمود، يعني انت كنت في منطقه واحنا رجعنا دلوقتي تاني من الفاصل، بنتكلم على حكايه انك تستقيل، وانك كنت موعود بمركز كبير في التلفزيون. وانا قلت لك. قلت لي ايه بقى؟ قلت لك انه انا لو موعود بمنصب سهل جدا ان الواحد يبقى في منصب حكومي ويتنقل لمنصب حكومي اخر، وبتحصل. ده شيء طبيعي. يعني وزراء بياخدوه من اماكن يودوه من اماكن، فكان ما كانش في داعي ان انا استقيل خالص. بالظبط. طب في الكواكب حضرتك سبت الكواكب ليه؟ أنا سبتها لعدة أسباب. أولاً حسيت إن تجربتي كده كانت كويسة. ليه؟ طب في حاجات تؤخذ على التجربة. طب وماله؟ طبيعي. في يعني مثلاً بيقولوا إنه حصل أثناء ما كنت موجود إنه أكثر من مرة ينزل خبر والخبر يكون كاذب ويكذبوه على طول. أنا كنت بكذبه بنفسي. يعني لما ينزل في تكذيب أكتبه. ودي حصلت أكثر مع عمر الشريف، أحفاد عمر الشريف وعلى ديانتهم، وخبر تاني برضه. لا ده ما كانش خبر خطأ. ما كانش خطأ؟ لا ده كان خبر مترجمينه. طب ليه تكذب؟ أنا كذبته على مسؤولية الفنانة الكبيرة نادية لطفي. نادية لطفي قالت لي مش ممكن عمر يقول كده، وأنا احترمت اللي هي تعرف عمر الشريف أكتر مني، أنا ما أعرفوش. أيوه. عمر الشريف فنان كبير وعظيم يعني. أيوه. فأنا الخبر جالي منقول مترجم، يعني أنا حتى نشرت الخبر بالخبر الأجنبي. يعني ترجم بالحرف. كان في خبر زواج أيضاً هيفاء وهبي؟ لا ده كان كذبة إبريل. لا ده كان اللي هو كدا. إيه؟ أظن لهيفاء وهبي كان كذبة إبريل، مش عارف جوزها مين. حلمي بكر. وهيفاء وهبي ما كذبناهوش. ده لا حضرتك بأخر... كذبته على طول. لا 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 في الاسبوع اللي بعده متكذب موجود الخبر. لا حضرتك أعتقد... كذبت الخبر. لا مش ده اللي كذبته، انا كذبت اكتر من خبر. حضرتك كذبت ده وكذبت. هل الصحافه اللي بتكذب يعني او ترجع نفسها يعني دي صحافه قويه؟ شوفي هو المفروض لما انا اختي اعترف انه في ناس بقى بتلعب، يعني يقول لك ان مثلا مش عارف ايه بتاع كان كذا ومش كذا وخلاص. يعني يصلحه بس ما يقولش ان هو بيعتذر. انا كنت بكتب اعتذار. وده مكتوب انا ماضي عليه. ان احنا في خبر كذا نشرناه غلط. والصحيح كذا. وان احنا متاسفين وده شيء بيحصل، وبعتذر انا بنفسي. بامضتي. ايوه ده كان بيحصل. طبعا ما كنتش بقدر اقرا كل الاخبار، ثم ما كنتش اقدر اتحقق من كل الاخبار لان انا مانيش الموسوعه يعني العالميه. لا بس حضرتك رئيس التحرير. ايوه بس انت مسؤول عن كل واحد. يعني دلوقتي لو انا رئيسه قناه الافلام وحصل مشكله في قناه الافلام مش هيمسكوا الموظف، هيكلموني انا رئيس مجلس الاداره يقول لي انت غلطانه. ما صح لان انا لازم اكون مسؤوله. مظبوط بس بتحصل اخطاء ما بتحصلش. بتحصل ولكنها ما بتبقاش كتيره. لو انا ما عنديش اخطاء كتير. انا ما كتبتش يمكن خمس ست اعتذارات حاجه زي كده. تقريبا في خمس سنين. فتره قليله في خمس سنين. انت عارفه السنه فيها كم عدد؟ فيها 52 عدد. يعني في خمس سنين يعني بنتكلم في 250 عدد. فطبعا طبيعي. طبيعي في اخطاء حصلت وانا مسافر مثلا. يعني وانا مش موجود. في ايام الاخبار بيبقى ماسكها زميل انا بثق فيه. كان ماسكها الاستاذ فتره محمد مكاوي وفتره اشرف غريب. بيعدي منهم خبر. طيب بنكتب اعتذار مفيش حاجه ابدا. مفيش حاجه. مفيش بقى لف ودوران في كتابه الاعتذار. لا اعتذار رسمي. اعتذار رسمي. بس وده حق. اخطاء بتحصل. يعني لازم تحصل اخطاء. مفيش حد بيشتغل. وده حق المصدر انه لما ينزل عنه خبر انه يقول لك كذبه. انا كذبت. ناديه لطفي كلمتني وقالت لي انت كاتبه عن عمر الشريف ده مش ممكن يكون حقيقي. قلت لها انا هكذب ده على مسؤوليتك. ونشرتها في افتتاحيه المجله. قلت انا بكذب الخبر اللي احنا نشرناه على مسؤوليه الفنانه الكبيره ناديه لطفي لانها تعرف عمر الشريف اكتر مننا اكتر. فكتبت صفحه كامله. قلت ان احنا متاسفين جدا وان احنا كذا وكذا وكذا وان عمر الشريف ده على دماغنا من فوق وكل حاجه. احتراما لان الكواكب دي مش بتاعتي ولا بتاعت ابويا. ايوه دي مجله بتاعه الحكومه وبتاعه الفنانين كلهم. بس انت راجل من حق ناديه لطفي ان تشاركني في تحرير المجله. ومن حقك كفنانه ان تشاركيني. لان دي مجله الفنانين واسمها الكواكب. نجوم مصر والوطن العربي كلهم. دي مجلتهم. فلما يبقى في حد يجي يقول لي اكتب كذا نكتب كذا.